إن صورنا ان بلان سيكونس نبيل معلول في كرهبته يتعدى على نجم محمد الخامس يهز صبعه يقول شفتوا البارك هذاك ماهوش نتاعه هو نتاعنا احنا الكل وانا ولد ليسبيرونس ونقعد ديما ولد ليسبيرونس نتاعه هو كان طبعا موجه لرئيس الترجي في وقت سليم شيبو دونك جات تعليمات وست مخاوف تعليمات ما نعرفش ما عنديش ما يثبت انه جات تعليمات ولكن وقتها الاداره نتاع كاناليزيون قد فك علينا من مشاكل هذيك اول ايبيزود نتاع حتى نبيل معلول تعتبر شجاعه منه معناها كي هو ديجا اكبر شجاعه منه انه صحى في الكلوب ديجا وقتها في 95 ديجا كانت شجاعه خاطر حتى حد وقتها ما كان يتصور انه نبيل نجم يصحى في الكلوب كان رمز نتاع الترجي معناها نبيل دم احمر واصفر ما فيش كلام وبعد الكلام اللي قالوا وي وي كان 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 من الناس اللي وقتها الاوزي وانه يتكلم